فيما أكدت الإدارة العامة للطيران المدني عدم تأثر حركة الملاحة الجوية بحالة عدم استقرار الطقس. أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استئناف تشغيل رحلاتها التجارية من وإلى مدينة لندن في المملكة المتحدة، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيا. الرئيس التنفيذي للكويتية بالوكالة عيسى الحداد قال إن الرحلة الأولى إلى لندن حققت استكمال السعة المتوفرة للمقاعد، لافتا إلى أن وجهة لندن ذات أهمية كبيرة لجميع شرائح العملاء خاصة للطلبة المبتعثين ومرضى العلاج بالخارج. كما لفت الحداد إلى أن استئناف الرحلات خطوة مهمة من أجل عودة تشغيل الرحلات التجارية للوجهات التي كانت تشغلها الشركة في السابق، والتي تم إيقافها جراء جائحة كورونا. كذلك أوضح مدير إدارة العمليات في الطيران المدني في تصريح لأي تي في تفاصيل أول رحلة إلى لندن. انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء الموقر، اليوم استهلينا بداية في انطلاق أول رحلة تشغيلية إلى مطار لندن المملكة المتحدة وفق اشتراطات وإجراءات الصحية المطلوبة لذلك وقرارات مجلس الوزراء. لله الحمد انطلقت الرحلة في تمام الساعة 9:15 صباحا، على متنها 294 إلى 296 راكب، ولله الحمد على حسب الإجراءات واشتراطات دولة الكويت ومطار لندن في الإجراءات والاشتراطات الصحية المطلوبة. محمد، كم عدد الطيران او الطيارات اللي راح تروح لندن مباشره والشركات اللي راح تروح اسبوعين يعني؟ وفق قرارات مجلس الوزراء ان في رحله اسبوعيا تطلع الى لندن من الناقل الوطني مغادرتها الى لندن. والشركات الثانيه؟ الى الان ما في طلبات تشغيل، تعتمد على طلبات تشغيل واعاده جدولتها والطلبات المطلوبه. طيب، في اجراءات معينه في الاشتراطات الصحيه ولا الناس كما هي يعني؟ الاشتراطات الصحيه واجبه في تطبيقها بجميعها كامله دون استثناء، في التزام التباعد والتزام الاجراءات الصحيه المطلوبه وشهاده البي سي ار والتسجيل على حسب الدوله المطلوبه في اي طلب تحتاجه في دخولها والتزاماتها من الركاب في اجراءات السفر.